نزل على سطح القمر؟ أول إنسان الإمام علي عليه السلام. هو أول واحد نزل على سطح القمر؟ هو اللي عمل الدنيا، أنا هيك بنظري. علميا من أول إنسان نزل على سطح القمر؟ أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وأنا متعصب. طيب شو بتعتقد بالمستقبل ممكن نستفيد من سطح القمر؟ كيف؟ بالمستقبل شو فينا نستفيد من القمر؟ نحن خلقنا لعبادة الله وأهل البيت. أنا خالص ومخلص لله. خالص كيف يعني؟ يعني لألي كيف خالص؟ أنا ما بتعاطى بس خالص، خالص لله وأهل البيت. أكثر من هيك ما فيني.